يعاني من وجود لوم خطير يختبئ تحت عباءة السكن الاقتصادي، ويسعى إلى الاستحواذ على مجموعة من المشاريع التي كانت تظهر على أنها مشاريع كبرى ستمكن إقليم الحسيمة من التنمية والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. فالاختلالات التي وقعت في عدة مشاريع السكن الاقتصادي لدليل قاطع على ذلك. شعيب يا رفيع لازلنا على الطريق، شعيب يا رفيع لازلنا على الطريق، شعيب يا رفيع لازلنا على الطريق. إنها لحظة اعتزاز هذه التي تجمعنا اليوم على هذه الأرض الطيبة المعطاء. فإذا كان للمؤتمرات الحزبية أصدقها لأجل إعطاء دينامية جديدة للعمل الحزبي والعمل السياسي الوطني، فإن لها في الريف وفي هذه البقعة الجغرافية من أرض المغرب طعم خاص، لأنه ينعقد في أرض هي مدرسة للدفاع الوطني ضد الاستعمار.